السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الدرس راح نعرف كيف نعمل أكثر من التراي كاتش. طيب أكيد طبعا احنا عرفنا وظيفة التراي كا اللي وظيفة الكاتش اللي هي بتعمل معالجة للإكسبشن. أكيد مثلا أنا عندي مثلا مجموعة من مثلا عندك هذا الكود، أنا مش عارف أي كاتش ممكن يطلع أي خطأ، إيش نوع الإكسبشن اللي راح يطلعه. في عندك طبعا احنا اخذنا في الدروس السابقة انواع الاكسبشنات. في عندنا مثلا الاكسبشن اللي هو هذا الاكسبشن، هذا الكلاس اللي هو كلاس الاب يحتوي على جميع انواع الاكسبشنات، لكن انا بديش يعني يحتوي على جميع الاكسبشنات لانه ممكن انا هو يعني ياخذ وقت هو بيبحث على نوع الاكسبشن. انا ممكن احط مثلا نوع، مثلا انا ممكن لو طلع نوع الخطأ هنا نوعه اري ارثمتيكال، او مثلا عندك اري هنا ايش ارثمتيكال يعني اكسبشن حسابي، ينفذ لي الكود اللي هنا. مثلا نقول ايه سيستم، تمام نقول ايه سيستم شوية بس نعمل سيستم دوت اوت دوت برنت دوت برنت اف. مثلا نقول هنا هنا نقول لي اللي هي مثلا نوعه نسخ فايل، نقول له ارثمتيكال اكسبشن. تمام طيب مثلا لو بدي مثلا يكون لو مثلا او انا شكيت انه حيطلع نوع مش ارثمتيكال، مثلا بدي يكون نوع مثلا ايش بنحط كاتش. تمام مثلا يكون مثلا نوع array index array index، تمام سمي مثلا اي اي هنا نكتب ايش لصق ننسخ هاي عشان يجيب لي الطباعة ان هو يقول لي نوع الاكسبشن. نقول هنا مثلا ايش، تمام بالظبط كده بنحط ايش، نعمل اكتر من تراي كاتش. طيب مثلا بده يكون انا نوعه اخر شيء، اذا ما طلع ليش لا اري اندكس اوف ولا ارثمتيكال حيطلع لي اكيد هي مثلا ايش، خلي يحط ايش كاتش اللي هي نوعه اكسبشن اللي هو نوعه العام اللي هو الاب، يعني انواع من الاكسبشن. يعني ممكن يكون مش اندكس ولا ارثمتيكال، ممكن يكون فورمات، ممكن يكون اللي هي نال بوينتر، ممكن يكون اكثر يعني انواع كتير من الاكسبشن. نيجي نعمل هذا النسخ نلصقه هنا نكتب هذا ايش اكسبشن. تمام طيب نيجي نعمل تنفيذ للكود، نعمل بولد كلين نيجي نعمل ران. طيب هنا ايش حيطلع لك نوع الاكسبشن؟ طبعا بما انه ايش طلع لك، طلع لك array index of bound exception. طبعا هو فعلا حيكون نوع ايش array اللي هو ايش المشكلة في الاندكس لانه فيش اندكس 10. تمام طيب اجت انا لو مثلا حطيت اللي هي الاكسبشن هان الاكسبشن حطيته فوق وين عملت ايش الارثمتيكال اللي هي ارثمتيكال اكسبشن. طبعا زي ما شايفين طلعنا اخطاء. اجت الخطأ ايش معنى هاي اجت هو طبعا كيف طريقة تنفيذ او معالجة الخطأ. هنا مثلا لو طلع عندك الخطأ في الكود هذا هيجي على اول كاتش، هيقارن بين الخطأ اللي طلع معاه مع هو ايش مع نوع الاكسبشن اللي حيوصله الكاتش. قلت هنا نوع الاكسبشن حيكون نوع اكسبشن عادي يعني عام، يعني في الاكسبشن يحتوي على جميع انواع الاكسبشن موجودة اللي هي ممكن يكون اري اندكس او ارثمتيكال نال بوينتر جوا فورمات اكسبشن والاكسبشنات التانية. طبعا هيجي هنا يقارن هيقول له انت نوعك موجود داخل الاكسبشن، هيقول له هيقول له ايش سيستم ارثمتيكال ايش نوع مثلا ارثمتيكال هنا هيقول له. تمام طيب يعني هنا انا الفكره يعني هنا ان انتم ما ينفعش تحط هو الكلاس العام اول واحد، لانه انت لازم تحط اول شيء اللي هو الخطا الخاص لانه هذا نوع واحد، لان الاكسبشن يحتوي على عده انواع. اما الاري اندكس هو نوع واحد من الاكسبشن والارثمتيكال نوع واحد من الاكسبشن، فلازم يكون هذا الاكسبشن الأولوية له آخر واحد. أما الأولوية راح يكون لإيش؟ للاكسبشن اللي نوعه واحد هو زي array index of bound وانا automatical exception. يعني هذا هنا مينفعش تحطه، لازم تحطه آخر واحد. تمام؟ هنا هتحطه إيش؟ automatical. تمام؟ هنا نحطه إيش؟ automatical. طيب في عندنا مثلا أنواع مش الإندكس، مثلا نجيب إن النوع مثلا عندك integer اللي هي مثلا الكي بده يساوي مثلا 5 على 0. هنا حيطلع لك نوع اكسبشن، نقول له مثلا نعمل له ران اقول لك ايش نوع ارثمتيكال اكسبشن. تمام
طيب نيجي ناخذ اكسبشن تاني، خدنا نوع من الاكسبشن الارثمتيكال والاندكس اوف. طيب نيجي ناخذ نوع تاني، زي مثلا نقول string مثلا اسمه اس بده يساوي اللي هي عندك شوه، تمام. حنقول له مثلا عندك system.out مثلا، نقول مثلا مش مشكلة، هنقول له اس دوت اللي هي تشار ات هات لي الاندكس رقم 50. طبعا هنا حيطلع لك ايش نوع الاندكس، هنا حيكون نوع فورمات، لكن حيقارن الفورمات ما هو، هل هو مطابق للارثمتيكال، هل الفورمات مطابق للاندكس اوف اوت اوف باوند اكسبشن، هل الفورمات هو الفورمات اكسبشن مطابق مع الاكسبشن. طبعا هو مطابق مع الاكسبشن لانه الاكسبشن يحتوي على جميع انواع اللي هي ايش الكلاسات اللي هي الاكسبشن. هنيجي نعمل ران ونشوف ايش هيطلع لك. هيطلع لك ايش؟ هيطلع لك اكسبشن، تمام، لانه هو نوع هيعمل مقارنه، لانه هو نوع مش ارثمتيكال ولا ري اندكس، ونوع اكسبشن داخل الاكسبشن في ايش اللي عندك الفورمات اللي عندك اللي عندك هاي انواع اللي هي ايش الاكسبشن موجوده، تمام، اللي هي نوع حيكون الفورمات وين الفورمات بس يعني هي يكون يعني نوع هنا اي مثلا نمبر، لا مش نمبر فورمات، طيب هيكون هنا وينه. طبعا انا مش حافظ يعني كل الاكسبشنات، انا يعني في العاده استخدم في برامجي اللي هو ليش الاكسبشن، يعني انا مش حافظ كل هدول، يعني بس حافظ مثلا الاشياء اللي هي زي الارثمتيكال، الاندكس اوف، النال بوينتر، تمام. طبعا هيك درسنا يعني انتهى، وعرفنا كيف نعمل اكتر من كاتش لا لتراي، ونحل نحل اكتر مشكله لو كنا مثلا شاكين، او لو انت كنت عارف ايش المشكله تقدر تحط نوعها، اما لو انت مش عارف تحط اكسبشن. إذا إن شاء الله نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.